النهارده معانا الخبر اللي اسعدنا كلنا اول امبارح، كان خبر فوز التنس طاوله، فريق التنس طاوله فعلا فاز بالبطوله العربيه بعد مباراه قويه، مباراه عنيفه، مباراه صعبه جدا، بس الحمد لله قدر يحتفظ بلقب البطوله العربيه اللي السنه اللي فاتت كسبها بتونس السنه دي في المغرب. البطوله اقيمت من يوم 3 الى يوم 9 سبتمبر، وفعلا ما شاء الله الحمد لله رجالتنا كانوا في الميعاد، وفعلا في وقت كبير قوي او عصيب داخل المباراه دي بالذات لازم احكيها لكم. كابتن سيد لاشين بدا المباراه، فاز في هو بنلعب 5 جيم في اول مباراه، كابتن سيد لاشين فاز. تاني واحد محمد شومان خسر تاني لقاء من اللعيب الصيني رقم 8 على العالم، لعيب قوي جدا ومصنف على المستوى العالمي، لكن بيجي كابتن محمد البيلي بيخسر مباراه كنا حاطين حساباتنا ان احنا نقدر نكسب هذه المباراه، وهي المباراه الثالثه. النتيجه بقت 2-1، اللعيب الصيني مصنف، كابتن سيد لاشين نجمنا الكبير وكابتن فريق النادي الاهلي ما شاء الله عليه، فعلا مفيش لقب غير حاجه واحده، هو الاسطوره، اسطوره التنس طاوله المصريه، فعلا ما شاء الله عليه كابتن سيد لاشين اسطوره، قدر يكسب الصيني 3-0 في مباراه فعلا لو كل الناس قاعده تتفرج عليها وشافتها لا كابتن سيد لاشين عصر يعني عصاره خبراته، كل حياته حطها جوه المباراه دي، اللي قدر يكسبها وقدر يفرح بيها يفرحنا ويفرح جمهور النادي الاهلي في مباراه قويه جدا. وبيجي كابتن محمد شومان في اخر شوط او اخر مباراه وبيفوز، وبنبارك ليهم كلهم، بقول لهم كنتوا رجاله فعلا، عملتوا مباراه قويه جدا وقدرتوا عند الميعاد، مع ان النادي الاهلي عمل قرار تربوي برجوع 2 لاعبين، لكن اللعيبه دي لعبت بروح النادي الاهلي فعلا، قاتلوا لغايه اخر ثانيه، هي دي اللي هي بلس 90 قدروا يعملوها بقياده الكابتن الكبير والمدير الفني الكبير كابتن اشرف عبد الفتاح. بنبارك لعبتنا كلها، كابتن سيد لاشين، كابتن محمد البالي، كابتن محمد شومان، وكابتن شادي مجدي، فعلا بنقول لهم الف مليون مبروك رجاله، وكنتوا عند الميعاد، وان شاء الله باذن الله يعني مستنيينكم يوم الاثنين هنا في الهواء. حصل استقبال كبير جدا النهارده في مطار القاهره، لسه واصلين النهارده الساعه 6 الصبح، كنا عايزين يشرفونا لكن اعتذروا، وان شاء الله هم يوم الاثنين معانا. الف مبروك لفريق التنس طاوله، وان شاء الله يكملوا باذن الله على بطولات السيزون ده. وبنقول لكابتن سيد لاشين شكرا جزيلا جدا، كل جمهور الاهلي بيحبك كلنا بنحبك، لان فعلا رجعتنا جوه البطوله في المباراه العصيبه اللي لعبتها قدام الصيني كابتن سيد لاشين الاسطوره.